بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع علاقة الشيخوخة بهشاشة العظام. فبناء على هذا هنعرف إن شاء الله إن إحنا نتجنب كسور العظام اللي هو الهشاشة، وفي نفس الوقت نتجنب الشيخوخة في نفس التوقيت. أنا اسمي دكتور حسام محمد، أنا حاسب أزالي جامعة توماس جيفرسون بالولايات المتحدة، وعندنا 18 براءة اختراع أمريكية، وصاحب نظرية حسام أستيونيك سيركوليشن. هنا نتكلم إن شاء الله عن في البداية كده نتكلم عن إيه هي كثافة العظام. كثافة العظام لينا اختلافات معاها، يعني زي ما حصلنا في البراءة دي إن إحنا اختلفنا معاهم في ازاي ان احنا لنا تصور اخر وخدنا فيه براءة اختراع. اما بنروح نعمل اختبار لكثافة العظام بنبقى خايفين ان يحصل هشاشة او حاجة زي كده، لان اللي عنده هشاشة قابل للكسر يعني اكتر من الانسان الطبيعي. فبنلاقي ان في الرسم بنقيسه في ثلاث مناطق، في منطقة اسفل الرسغ، في منطقة الفقرات القطنية، في اعلى عظمة الفخذ. ثلاث مناطق فقط، والثلاث مناطق دول بنشوف ثلاث ألوان زي ألوان المرور، أخضر أصفر أحمر. لو لقيناه أخضر بيبقى غالبا فوق سالب واحد، وده طبيعي، العظم طبيعي، ده يعني ما فيش احتمالية أنه يتكسر إلا في حادثة، في سقوط من ارتفاع عالي، يعني شيء كبير لازم يكسر العظم. الأصفر ده بيبقى العظم يبقى اسمه لوب الماس، يعني العظم قليل في كميته قليلة وممكن يكسر بس محتاج برضو قوة شوية. هذا العظم اللي هو بيبقى من سالب واحد لسالب اتنين ونص، أكتر من سالب اتنين ونص بيبقى العظم يعني إيه قابل للكسر بسرعة عالية جدا حتى بخبطة بسيطة. يعني كان زمان يعلمونا في كلية الطب مثلا، زمان يقولنا إيه طاحت على السجادة أو خبطت في السجادة وطاحت وكسرت حاجة زي كده، فطيحة بسيطة خالص بتكسر العظمة في ده في مرض الهشاشة. فاعتراضنا كان هنا على ايه؟ ان هذا الجهاز عبارة عن اكس راي مهما كان. هذا يعني ايه جهاز اكس راي؟ يعني جهاز بيقيس الكالسيوم فقط، يعني والكالسيوم بشكل حوالي 20%، وهو موجود في الابيتيت، والابيتيت حوالي 50%، فما بيشوفش بقية مكونات العظم. في 50% تانيين من العظم مش لا يرى، اللي هو ايه الكولاجين والميه زي ما احنا هنشوف. فده كان اعتراضنا، يعني هم تصوروا ان العظم يا تبقى هشه يا تبقى طبيعيه، يعني دي هشه ودي طبيعيه. احنا تصورنا لا، العظم ممكن تبقى هشه وتبقى طبيعيه وتبقى زياده في الكثافه. يعني عشان كده هم زودوا الكثافه او بعلاج اسمه علاج البيسفوسفونات، زادت الكثافه جدا. زيادة الكثافة زي ما احنا هنشوف الحين بتعرض العظمة للكسر. يعني العظمة بتتعرض للكسر امتى؟ اما تكون قليلة في الكثافة او زايدة جدا في الكثافة زي بعلاج بالبيسفوسفونات. لكن افضل شيء هو العظمة اللي في النص ده، هي العظمة اللي بتبقى عبارة عن ايه؟ اللي هو الكثافة بتبقى متوسطة. ففي هذه الحالة لان افضل شيء يحمل عظمة هو المرونة، مرونة العظام وليس زيادة الكثافة. ده كان اختلافنا معاهم، وده الكلام اللي احنا بناء عليه خدنا هذه البراءة، ان هو ايه مرونة العظم هو افضل شيء يحمي ضد الكسر. بنشوف الكلام ده ازاي؟ في حاجة اسمها مودولاس اوف الاستيسيتي. مودولاس اوف الاستيسيتي يعني ايه؟ ده كيرف بين الاستريس والاسترين. الاستريس هو الضغط الميكانيكي، والاسترين هو الريسبونس، لما اضغط على شيء بيرسبوند ازاي او بيستجيب ازاي، درجة استجابته. فالعظم بنلاقيه بياخد الكيرف ده، يعني في جزء منه إلاستيك، يعني كل ما اضغط عليه يمشي معايا لحد لدرجة معينة وبعد كده يبقى بلاستيك. يعني بلاستيك يعني اضغط عليه يفضل على الوضع اللي هو عليه، ما عادش يرجع لأصله تاني، وبعدين في الاخر يتكسر. كمثال المواد القوية جدا زي التيتانيوم، والتيتانيوم ده احنا بنستخدمه في كل شيء في العظم، في المنبص فاصل، في المسامير، في الشرايح، في كل شيء في العظم بنستخدم في جراحة العظام بنستخدم عنصر التيتانيوم. بنلاقيه واخد الكيرف ده هو، يعني قريب من الاسترس. كل ما المادة تكون قوية تكون قريبة من الاسترس، كل ما المادة تكون ضعيفة تبقى بعيدة من الاسترس وقريبة من الاسترين. يعني إنما العظم بيبقى في واخد الكيرف ده هو. طيب لو جينا نفهم هذه الأشياء على ضوء
يعني عشان يبقى واضحين توضح اكتر، مثلا عنصر الدايموند، الدايموند هو الالماس، والجرافيت، الجرافيت اللي هو القلم الرصاص. فالالماس والقلم الرصاص الاتنين عبارة عن كربون، بس ده كربونة بتترتب مع 3 ذرات كربون، هنا كربونة بتترتب مع 4 ذرات كربون. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ترتيب الذرات يغير خواص المادة، هنا بقت اقوى مادة على وجه الارض وهو الالماس، وهنا بقت مادة ضعيفة جدا زي ما احنا هنشوف، بسبب الاتنين مادة واحدة كربون، ولكن ده ترتيب الذرات اختلف، ده بقى غالي جدا وده بقى رخيص جدا. نفس الشيء في الحديد، في حديد كربون اللي هو الكربون ستيل، وفي ستانلس ستيل اللي هو ما فيهوش كربون، ده مرن شوية، ده أقوى ولكن يكسر ولكن لا يثنى. على فكرة الرابر اللي هو المطاط بياخد هذا الكيرف في المنطقة السفلية ده. فخلاصة هذا الكلام إن تغيير ترتيب الذرات يغير في ترتيب في خواص المادة. هنقول الكلام ده نرتبه على العظام، هنلاقي إن العظام نفس الشيء، ترتيب الذرات يغير في خواص العظام. يعني عشان نوصل لإن العظم ما يتكسرش إزاي، ببساطة كده لو شفنا الدايموند اللي إحنا إتكلمنا عليه، كل ذرة من دول اللي هو الألماس ماسكة في 4 ذرات، هنا الجرافيت كل ذرة ماسكة في 3 ذرات بس، والذرة الرابعة بتمسك في إيه؟ في لاير أخرى، يعني طبقات أهي، وكل واحدة ماسكة في 3، وبعدين إيه الرابع ماسك في الطبقة البعيدة، الرابع ماسك في الطبقة البعيدة. عشان كده لما بيجي نكتب بالقلم الرصاص الطبقة دي بتروح، وبعدين الطبقة دي، وبعدين الطبقة دي. عشان كده في إلكترون حر هنا، وده سبب إن الجرافيت اللي هو القلم الرصاص بيوصل الكهرباء، لأن في إلكترون حر، هنا مفيش إلكترون حر فما يوصلش الكهرباء. يعني هنا كل ذرة كربون مع 4 ذرات فهيبقى قوي جدا، هنا كل ذرة كربون مع 3 ذرات وفي ايه كربون حر في المنطقة دي. فاختلاف المادة، اختلاف ترتيب الذرات يختلف في خواص المادة، ده الأساس بتاعنا. بنيجي هنا على تركيب العظم على الموليكولار ليفل، الابيتيت، الابيتيت اللي هو ملح العظم او الابيتايت ملح العظم، بيتكون من كالسيوم 10 وفوسفيت 6 وايه 2 هيدروكسيل جروب، ده 50% من تركيب العظم. ال 50% التانيين بيكون مونوكولاجين تايب 1 طبعا، وده 28% و22% ميه. الميه دي بتبقى اهميتها في ايه؟ الميه في العظم اهميتها في ان لو حطينا ستريس او ضغط ميكانيكي معين بسرعه، وحطينا ضغط ميكانيكي نفسه ببطء، الميه ممكن هي اللي تكسر العظمه. ازاي؟ لو الضغط جاب بسرعه فجاه فإن ما يسمحش المية إنها تخرج، فممكن يحصل الكسر. إنما لو جبنا ضغط ميكانيكي هو نفسه وبعدين إيه حطناه بالتدريج بالتدريج بالتدريج، بيحصل المية بتخرج من العظمة بالتدريج، فيسمح للعظمة إنها إيه يعني تنثني بسيط وما تتكسرش. فدي وظيفة المية. أما وظيفة الكولاجين هو البرايم موفر، هو ده أساس كل شيء في العظمة، هو ده اللي بيبني العظمة، هو ده. يعني هما بصوا للأبيتايت اللي هو كل شيء، احنا بصينا للكولاجين هو الباني الاساسي للعظام، بس بشرط ان يكون فانكشنال كويس. نيجي للشريحه، بدايه العظام كانت منين؟ من دكتور انجليزي اسمه كليبتون هافرز. كليبتون هافرز هو اول واحد اكتشف تركيب العظام سنه 1680، يعني حوالي من 340 سنه. وجد ان العظمه بتتكون، هو وصفها بان ايه في 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 دوائر، الدوائر دي بتبقى حوالي حاجة اسمها فيرشن، وسماها على اسمه فيرشن كنال، وهذه بتبقى حواليها الايه الخلايا بتاعت العظام بتبقى موجودة، والخلايا بتبقى مشعرة. هو قال بس كده. الكتاب موجود على النت ببلاش، اسمه استيولوجيا نوفا او سام نيو اوبزرفيشن ان ذا بون. الكتاب ده موجود على النت، وهو اول كتاب ينشر الهافيرشن سيستم ده. احنا لينا اختلافات مع هذا الرجل، وهو ايه الكثافة العظام. هنا لقينا شيء مهم جدا، وهو ان العظم يعتبر نسبيا ناقص في دورة دموية. يعني ايه الكلام ده؟ القلب، لو وجدنا وزن القلب هنلاقي حوالي من 250 ل 380 جرام، القلب السليم يعني حوالي 3 كيلو، يعني تقريبيا المتوسط 3 كيلو، ما وصلش الكيلو لا 3 كيلو قلب الانسان. هذا القلب بياخد حوالي 20% من الدورة الدموية بتاعت جسم الإنسان. المخ
حوالي 1300 في جسم الإنسان حوالي 1300 جرام، يعني كيلو وتلت، بياخد 18%، يعني إلى حد ما أقل من القلب، ولكن إيه الدورة الدموية زيادة شوية. العظم حوالي 15% من جسم الإنسان كله، يعني من 11 ل 14 كيلو جرام من جسم الإنسان عظم. بياخد كام؟ 10% بس، يعني القلب ياخد 20، العظم كله في جسم الإنسان ياخد 10، فهو نسبيا ناقص في الدورة الدموية. طبعا العظم اللي هو إيه الجزء الأبيض ده أهو، والدورة الدموية دي ملياه، بس ملياه بس هو برضه ناقص في الدورة الدموية، وهنشوف هو ناقص في الدورة الدموية ليه. الهافرشن لما احنا درسناه لقينا ان الكولاجين اللي احنا اتكلمنا عليه مرتب في حاجه اسمها بولي وود ابيرنس، وده اللي بيزود القوه وده اللي بيدي لي مرونه. ازاي البولي وود؟ يعني ايه؟ يعني في دوائر، الدايره الخارجيه خالص بتبقى ايه الكولاجين بترتب في الاتجاه ده، الدايره اللي تحتها بترتب في الاتجاه ده، الدايره اللي بعدها ترتب، يعني زي خلف خلاف كده، خلف خلاف كده، فده يزوده في القدره بتاعه الايه، في قدره العظام على المرونه زي ما احنا شايفين كده. بيترتب ازاي الكولاجين؟ طبعا هو خدنا حته من العظم هنلاقيها كده اهو، دوائر دوائر دوائر، وفي الدايره اللي هو الهافرشن سيستم اللي قال عليه الراجل اللي هو هافرشن، ودي نسيج العظم اللي هو المشعر، الخلايا اللي هي بتبقى مشعره زي ما هو قال، وهي الخلايا دي كانالكولاي، دي يعني الشعيرات اللي مثلا بتربط الخلايا ببعض. طيب احنا بقى شفنا ايه؟ شفنا ان في الهافرشن سيستم فعلا في شريان وفي وريد وفي عصب، وده الايه؟ الهافرشن كانال اللي هو قال عليه. ولكن وجدنا شيء مهم، الخلايا هنا موجوده بره الكنال. طب الخلايا دي بتتغذى ازاي؟ يبقى مفيش غير الدوره اللي احنا اكتشفناها. هنا لما جينا خدنا شفنا درسنا الشريان الهافرشن ارتري، لقينا الفتحات بتاعته اوسع من اي فتحات في جسم الانسان. ده قال لنا يعني في ريد فلاج، يعني خلينا نشوف. طيب بعد كده لقينا ان الوريد اضيق عن اي وريد في جسم الانسان، فتحاته ومعوره في تايت جنكشن، ده برضو عمل لنا ريد فلاج. بعد كده تالت حاجه لقينا مفيش اتصال مباشر في شعيرات دمويه بين الشريان والوريد. طب الخلايا بتتغذى ازاي؟ الخلايا في المخ، في القلب، في العضلات، في اي نسيج في جسم الانسان لابد ان في الشريان بيلتقي بالوريد في صوره حاجه اسمها كابيلاري او شعيرات دمويه. مفيش في العظم حاجه اسمها شعيرات دمويه. بعد كده برضه مفيش فيه لمفاتيك، العظم هو النسيج الوحيد اللي مفيش فيه جهاز لمفاوي. بعد كده لقينا ان الخلايا واقعه بره الهافرشن سيستم. كل الكلام ده زي صوره، حته وحته 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 وحته، جمعت الحتت دي ادت لك الصوره، وهي حزام اوسيونيك سيركوليشن. يعني حزام اوسيونيك سيركوليشن اللي هي ده عباره عن ان شريان بيطلع رشح، الرشح ده هو بيمشي في صوره شريانيه اللي هو بيبقى محمل بالغذاء والاكسجين، يطلع لبره ويروح رجع تاني في صوره بيبقى محمل بثاني اكسيد الكربون والميه، ويروح رجع للوريد. ده اسمه الدوره ده اسمها حسام اوستينيك سيركوليشن. حسام اوستينيك سيركوليشن لقيته بيتكون من ثلاث بروزيتي، فاسكولار بروزيتي حوالي 50 مايكرون اللي هو القناه ده الهافرشن سيستم، ولاتينر كانيليكولار اللي هو ده بيتكون من حوالي من 10 ل 20 مايكرون، وبعدين حواليه هيبقى الكولاجين ابيديت بحوالي 10 نانو مش مايكرون، النانو يعني مايكرون 1000 نانو، فبين دي ودي 1000 مره، وبين دي ودي يعني ايه من 10 ل 20 مره، يعني دي 50 ودي 10 ل 20. فجينا لقينا نقود الرشح هنا اهو، عشان الانابيب مفتوحه على وسعها وهنا ضيقه جدا، الرشح 10 اس 8 للرشح في داخل اللاتينور كاناليكيرال. 10 اس 8 يعني ايه؟ 10 اس 6 مليون، يعني 100 مليون مره، يعني في رشح عالي جدا داخل الهافرشن سيستم. داخل الهافرشن سيستم في رشح عالي جدا. طيب هنا نيجي نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الكولاجين زي ما قلنا ان هو البرايم موفر، هو الاساس، هو البناء، بدايه بناء العظام. ليه؟ لان هو الاساس لحسام اوستيونيك سيركوليشن، هو الاساس للساكرفيشال بون. الساكرفيشال بون هنتكلم عليها بسرعه كده، عباره عن ايه؟ لقينا في ثلاث اربع انواع من الفوسفيت بايندينج بروتين، وهو بروتين كله الفا اهو، وفي حتت بيتا صغيره، وبيمسك في الفوسفيت دي بلوره الفوسفيت اللي هي الفوسفيت، بيمسك بيها بايه؟ باثنين
رابطتين تسعوميتين اللي هو كوفالنت بوند قويين جدا، وبعدين هو نفس الفوسفات رابط في الكالسيوم برابطه ايونيه اضعف. فلما يجي الضغط الميكانيكي يحصل، بيحصل ضغط ميكانيكي على مين؟ على الجزء الضعيف. يعني دايما الضغط بيبقى على الجزء الضعيف، فالرابطه دي توسع، فيحصل زي تبقى زي سوسته كده توسع وبترجع تتلم تاني، توسع وتتلم تاني توسع. هي دي بروت العظم اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا هنا الفوسفيت بايندنج بروتين ده هو اربع انواع، اللي هو سايلو بروتين، استيبونتين، استيونكتين، استيوكالسين، زي ما احنا شايفين كده. طب الكولاجين اللي احنا قلنا عليه بيبقى عباره عن ايه؟ الكولاجين اللي احنا قلنا عليه بيبقى عباره عن ان هو فيه ثلاث شرايط ملفوفين على بعض في صوره الفا. الثلاث شرايط بيبقى في النص، في المركز بتاعهم لازم جلايسين، جلاي اكس واي، جلاي اكس واي، جلاي اكس واي. يعني جلاي جلايسين، اكس برولين هيدروكسي برولين، واي بيبقى غالبا لايسين. خلينا لايسين بس، هو في لايسين وحاجات تانية بس خلينا في اللايسين بس دلوقتي. طيب البرولين بيتحول دايما لهيدروكسي برولين، يعني دايما 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 البرولين بيتحول لهيدروكسي برولين بواسطة فيتامين سي. احنا هنا بنتكلم مش على العظام بس، احنا بنتكلم على الشيخوخه برضه. فيتامين سي من اهم الحاجات اللي بيحوش بيها الشيخوخه. طيب فيتامين سي اللي احنا بنجيبه من الصيدليه مش فيتامين سي في الحقيقه، هو اسكوربيك اسيد. طب هو كويس؟ لا مش كويس. اسكوربيك اسيد هو قشره فيتامين سي. فيتامين سي بيتكون من اربع مواد، المركز اسمه تايروزينيز، وبعدين كي بي جي فاكتور، وبعدين اسكوربوجين، وبعدين اسكوربيك اسيد اللي هي القشره الخارجيه. فاحنا لما نشتري اسكوربيك اسيد بيقلل عندنا فيتامين سي اللي موجود في طبيعي في جسمنا. يعني دي حته على جنب كده، عشان ايه؟ لما واحد خد فيتامين سي من المصادر الطبيعيه، من الحاجات الخضراء، من الليمون والبرتقال، يعني الحاجات الطبيعيه، بلاش تشتري من الصيدليه، لان لما بتشتري من الصيدليه لما تيجي تقرا في الفامبليت هتلاقي ايه؟ اسكوربيك اسيد مش فيتامين سي، وده هيقلل لك الفيتامين سي اللي في جسمك. بعد كده الكولاجين لما جينا نشوفه، احنا قلنا جلاي اكس واي، جلاي اكس واي. فهو جلاي اكس واي ده هو ايه؟ شكل الكولاجين لو خدنا فيه مقطع عرض كده هنلاقي فيه ايه؟ جلاي اكس واي. هنا يعني مش عاوزين نتوسع في الكولاجين بيتربط ازاي مع بعضه، ولكن بيتربط في السايد واي عن طريق لايزيل اوكسيدينس انزيم، وده محتاج لنحاس. يعني دي حته على جنب ممكن نقولها. الكولاجين ده هو اللي بيحصل ان هو يحصل كونفورميشن، لما يحصل كونفورميشن بيلف، واللفه ده بتولد فيه تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي هو اللي يعمل بناء للعظام، ودي نظريه احنا سميناها البيزو الكتريسيتي. يعني ايه؟ يعني انسان الكلاي مع الاكس بتربط بحاجه اسمها فولدنج، دي بتبقى هيدروجين بوند ودي ضعيفه، فبتبقى عامله زي سوسته. لما يحصل ضغط ميكانيكي على الكولاجين هذه بتتفرد زي ما اتفردت هنا كده، ولف الواي اللي هو السايت الموجب هيبقى مكان الاكس، والاكس هينزل هنا، فحصل كده الواي بقى قدام البوزيتيف، فيبقى هنا هو بوزيتيف ونسبيا للسايد داون، يتولد فرق جهد. هذا فرق الجهد هو اللي يحس خلايا بناء العظام على انها تبني عظام، زي ما احنا شايفين في الصوره دي. يعني ايه؟ الكولاجين اهو الطبيعي، الكولاجين الطبيعي ده حصل عليه ضغط ميكانيكي، هذا الضغط الميكانيكي عمل لنا فرق جهد موجب قدام او في الجزء المحدب، والجزء المقعر بقى نسبيا سالب ليه، نشط خلايا بنيه العظام، طلعت لنا فوسفيت وفوسفيت بايندنج بروتين، الاثنين ركبوا على بعض، ولما ركبوا على بعض بقت ايه؟ نواه للكالسيوم يركب عليها، وهو ده الابيتايت اللي هو الايه؟ الابيتايت بتاع العظم. فعرفنا ازاي ان العظم بيتكون ازاي. بعد كده الكولاجين نفسه في نفس الطريقه هو بيستخدم في بناء الغضروف. بنستخدم في بناء الغضروف ازاي؟ زي ما نشوف الكولاجين، بس ده بيبقى كولاجين تايب 2 مش كولاجين تايب 1 زي العظم. يعني مش مهم قوي، ولكن ايه؟ بيبقى كولاجين تايب 2. هذا كولاجين تايب 2 انت حصل على ضغط ميكانيكي بقى ده موجب وده سالب. هذا الضغط، هذا الفرق الجهد بيحس خلايا بنيه الغضروف اللي هي اسمها كوندروسايت. الكوندروسايت بتعمل لنا، بتبني لنا الكوندروتين والجلوكوزامين والهايلورونيك اسيد، وده مكونات الكولاجين. فالكولاجين زي ما احنا عارفين 70% ميه، وكولاجين 15% كولاجين تايب 2، و15% حاجات تانيه نون كولاجين سوليد ماتيريال اللي هي ايه؟ كوندروتين 13% اللي هو ده بيبقى عباره عن شرائط طويله جدا من الجلوكوزامين، وبعدين الجلوكوزامين نفسه بجلوكوز وامين معاه بسيط،
وبعد بيبقى 1.2% و7% هيالورونيك اسيد اللي هو ايه، بيعمل زفلطه بيخليها تتزحلق على بعض، الغضروف تتزحلق على بعض. المهم بنيجي نتكلم هنا على لان احنا قلنا ايه، مش العظام بس، العظام والحلقه المفقوده بتاعت الشيخوخه. هنا بنتكلم عن جين الشباب. جين الشباب اسمه رونكس 2، ده جين اكتشف جديد، وهذا رونكس اختصار لكلمة تراند ريليتد ترانسكريبشن فاكتور. هذا الجين يعني ده الحمض النووي، وجين واقع على ناحية، والناحية التانية في جين تاني اسمه زنك فينجر بروتين. لقينا الزنك فينجر بيتكون من ألفا بسيطة وبعدين 2 بيتا صغيرين وزارة زنك في النص، إنما أنا معقد عنه كتير. الرونكس ده، الرونكس ده وجد نبي وحس بالفراريد أو بالإم إس إم. الصورة دي ممكن توضح أكتر، وهي الستمسل دي الخلايا الجذعية اللي بيبقى فيها الرونكس. هذه الخلية الجذعية اللي فيها الرونكس ممكن تيجي تحول لخلية بنية العظام إذا الرونكس هو اللي حث وحصل السيموليشن، أو تتحول لخلية دهنية إذا حصل إن الزنك فينجر هو اللي نشط. فيعني ببساطة جين الشباب ليه علاقة هو بجين بالهشاشة، إزاي؟ إن جين الشباب لو نشط هيبني عظام، لو جين الشباب ما نشطش أو الجين التاني الزنك فينجر هو اللي نشط هيدينا إيه؟ دهون، ببساطة كده. فعشان كده الهشاشة والشيخوخة وجهين لعملة واحدة. طيب بينما اتكلمنا عن جين الشباب نتكلم عن جين الشيخوخة. جين الشيخوخة اسمه إمتور. الإمتور ده عبارة عن إيه؟ هو اختصار لكلمة ماميليان تارجت أوف رابامايسين. هذا الجين اكتشف إزاي؟ هذا الجين جين مش الشيخوخة بس، ده جين الشيخوخة وجين السرطان وجين كل الأمراض المزمنة والمستعصية في السن الكبير. طب الجين ده بيبقى عبارة عن إنه زي ما إحنا شايفين كده معظمه ألفا وفي حتة بيتا، بس هو معظمه ألفا. طب بنشوف اكتشف ازاي ببساطه بسرعه كده عشان ايه الناس تبقى عارفه. هذا الجين هو عباره عن ان مجموعه من العلماء الكنديين راحوا يزوروا جزيره في تشيلي، دوله تشيلي فيها جزيره، الجزيره دي اسمها رابانوي. فخدوا منها مسحه، المسحه دي كانت من بكتيريا اسمها ستريبتومايسيس هايكروسكوبيكس، خدوها ورجعوا بيها كندا. وبعدين الدكتور بس مصادفه مش قصده وقعت على فطريات، الفطريات دي ماتت، فاكتشف ان هذه البكتيريا تقتل الفطريات. ده بيفكرنا بايه؟ بالبنسلين، بس عكسه. ازاي؟ البنسلين بيبقى عباره عن فطريات تقتل البكتيريا، انما الرابامايسين بكتيريا تقتل الفطريات، يعني عكسه مش نفسه. طب رابامايسين ليه؟ الدكتور اللي اكتشفه خد اسم الجزيرة اللي هي رابانوي، خد منها حتة، وخد من اسم من البكتيريا اللي هي ستريبتومايسيس. ستريبتو يعني ايه؟ يعني احنا عندنا نوعين كبار من البكتيريا النون سبيسيفيك، حاجة اسمها ايه؟ سبحية، وحاجة اسمها ايه؟ عنقودية. السبحية اسمها ستريبتومايسين، العنقودية اسمها استاف. فهو النوع ده نوع ستريبتومايسين، سبحية بتسبح. فهذه السبحية خد منها الاسم اللي هو مايسين، فبقى الاسم من الجزيرة ومن المايسس، فبقى سماه إرابة مايسن. والجين ده هو اللي هو بيثبط بهذه المادة اسمه إمتور أو ماميليان تارجت أوف رابا مايسن. هذا بينشط بالجلوكوز، هذا الجين بينشط بالجلوكوز، في جزء سداسي كده هو، وجزء سداسي بيجي يركب عليه جزء جلوكوز ينشطه، ساعة ما ينشطه يروح راكب على الدي إن إيه وإيه ويشتغل. يشتغل يعمل لنا ايه؟ هو جين الشيخوخة، هيعمل لنا شيخوخة، هيعمل لنا كل الأمراض المزمنة والمستعصية. عشان كده الصيام 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 واحنا داخلين على شهر رمضان، أو لما نفطر ما نفطرش جلوكوز، أي حاجة فيها نشا بلاش منها، اللي هو السكر والرز والخبز والحاجات ده هي اللي بتنشط هذا الجين. يعني لو فطرنا على حاجات ما فيهاش هذه النشويات فإن الجين ده مش هينشط. عشان كده الناس اللي بتبتعد أو بتصوم كتير أو بتبتعد عن الأكلات اللي فيها سكر بتعيش فترة أطول وبتعيش بدون شيخوخة وعظامها بتبقى أفضل. طيب هل بس الجين ده بينشط بالجلوكوز؟ لا، بينشط كمان بالأحماض الأمينية، بس إيه؟ أقل. يعني الأحماض الأمينية ممكن تركب هنا بس أقل. الدهون لا تنشط هذا الجين أبدا،
يعني عشان كده الدهون لا تنشط هذا الجين ابدا، وده خلاهم يلجأوا الى الصيام المتقطع، ولما يجوع يحط حته زبده في الايه في القهوه بتاعته فالجين ده ما ينشطش. ده الخريطه بتاعت الماميليان تارجت اوف روبامايسين. هو بيعمل ايه لو الروبامايسين ده اهو اسمه بالطبي سيروليماس، هو انتي فانجل انتي ايجنج اميونو سبريسيف، وليهم شويه مشاكل على الكلى لو الداخل. طبعا هو بينشط بالجلوكوز، وقلنا البروتينات تنشطه بس بدرجه اقل، والدهون ما تنشطوش خالص. وهو اذا ما نشطش هذا الجين، اذا ما نشطش بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا اللي هو ايه؟ الابوبتوزس والاوتوفاجي، يعني بينشط بيخلي الخليه السرطانيه تقتل نفسها، اللي هو الابوبتوزس والاوتوفاجي بيدمر البروتينات الايه؟ السيئه. طيب بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي عضيات داخل الخليه ببساطه كده، بتختلف باختلاف، هي منتجات الطاقه، هي رئه الخليه او هي اللي بتنتج الطاقه في الخليه. الميتوكوندريا عندنا لها غشائين، وده هي العضويه الوحيده اللي بتكون من غشائين. حتى الغشاء الخلوي اللي بره مكون من طبقه واحده، انما هنا في الميتوكوندريا طبقتين. طبقتين دي، الطبقه الداخليه ده بتبقى محكمه قوي وفيها اربع انواع من البروتينات: ام سي يو وكارنتين شكل وبايوفيد هيدروجينيز وسيتوكروم اكسيداز. ام سي يو ده مهم جدا في انه يدخل الكالسيوم، هو اختصار لكلمه ميتوكوندريا كالسيوم نوبورت، ده اللي بيدخل الكالسيوم للميتوكوندريا. طب كويس؟ لا وحش. الكالسيوم لو دخل الميتوكوندريا بيحرقها وبيخليها تشيخ ويخلي الانسان يعجز بسرعه. فاكتشفنا ان في ماده اسمها الدورين بتقفل هذا الماده، فبتخلي الانسان عطوله يطول اكتر. بعد كده في كارنتين شاتل. الكارنتين شاتل ده حرق الدهون، مكان حرق الدهون، ده بينشط بايه؟ باللايسين، عشان كده حطنا في مركبتنا اللايسين. بعد كده بنلاقي فيه البايوفيد هيدروجينيز، ده مكان حرق الجلوكوز، وده بينشط بايه؟ بالالفا لابويك، حطينا الالفا لابويك. ده السيتوكروم اوكسيديز، السيتوكروم اوكسيديز اللي هو انتاج الطاقه في الميتوكوندريا، وانتاج الطاقه في الميتوكوندريا بينشط بالام اس ام، عشان كده حطينا ام اس ام. يبقى غشاء داخلي فيه اربع بروتينات اساسيه، اربع انواع من البروتينات. في الغشاء الخارجي ما فيهوش غير في واحد بس اسمه فيداك، وفيداك ده اختصار لكلمه ايه؟ فولتج ديبندنت انيون شانل، ده المسؤول عن تخاطب الميتوكوندريا بالنواه. ازاي؟ شفنا هنا هارفارد هي اكبر جامعه في العالم، هارفارد قالت ان النواه بتتخاطب مع الميتوكوندريا عن طريق ثلاث جينات اساسيه: السيروتونين اللي هو بيرم الجين، او اللاين 1 اللي هو ضد السيروتونين وهو ده بيمنع ترميم الجين، والامتور اللي احنا لسه متكلمين عليه بتنشط بالجلوكوز. فده كان كلام هارفارد. احنا كان كلام لنا كلام تاني اللي هو النيتروك اوكسايد. النيتروك اوكسايد بيخلي الميتوكوندريا تنشط، هي اللي تنشط النواه والنواه تنشط الميتوكوندريا، وهكذا وتمشي الدوره. طبعا النيتروك اوكسايد ده بنحصل عليه ازاي؟ بالبالس تريبتوماجنت فيل، بالانتي اوكسيدنت، باللايسين، بالزنك، عناصر معينه هنبقى نتكلم عليها. فالمهم هذه الخريطه مهمه جدا جدا، وممكن يبقى نشوفها في الحاجات اللي فاتت، المحاضرات اللي فاتت. هنا هنشوف الفيسرال فات اللي هو الدهون الحشويه ازاي انها ممكن تعمل لنا هشاشه وفي نفس الوقت تعمل شيخوخه. ما احنا قلنا المحاضره بتاعت النهارده علاقه الحلقه المفقوده بين الهشاشه والشيخوخه. ايه الحلقه المفقوده دي؟ هي الفيسرال فات، هي الدهون الحشويه. الدهون الحشويه هي دهون البطن، الدهون البطن اللي هي ايه؟ الدهون الموجوده في الأومنتم اللي هو الغشاء اللي مغطي للمصارين، في جدار المصارين نفسه، في الغشاء الخلفي للبطن، في مش الامام لا الخلفي للبطن، في الكبد نفسه، في الكلى نفسها، يعني في الاحشاء نفسها في دهون. هذه الدهون سيئه جدا، ليه؟ بتطلع ماده التهابيه اسمها تيومر نكروزس فاكتور، وهذه التيومر نكروزس فاكتور بتيجي تطلع لنا ان اف كي بي، والان اف كي بي دي اكبر ماده التهابيه في جسم الانسان. هذه الماده التهابيه بتتقفل عن طريق الفا لابويك، عنصر احنا حاطينه في المركبات بتاعتنا بيقفل هذه الماده،
وبيمنعها من انها تنتج لنا حاجه اسمها رانكل. الرانكل اللي دي بتركب على خليه القرنين بتوع خليه اكله العظام، فبتنشط وتعمل لنا هشاشه، او تنتج لنا 5 مواد التهابيه اسمها انترليوكون تيومر نكروز فاكتور اي كام اي اي بي الكوكس 2. دي مواد التهابيه كبيره قوي، هي دي المسؤوله عن هو تاكل المفاصل اللي هو احتكاك او الشولانتاجي او الالزهايمر. معظم الامراض المزمنه والمستعصيه في السن الكبير بتحصل بهذه الطريقه. فهو هو هشاشه وشيخوخه، وجهين العمله، واحده جايه منين؟ من الفصل الفات وهي دي الحلقه المفقوده. طيب احنا بقى نتصرف ازاي؟ نحاول نرمم هذا الكلام. لقينا في عنصر الام اس ام، عنصر الام اس ام اللي هو اختصار لميثايل سلفونيل ميثين، ده الماده ده بتنشط الرونكس الجين اللي احنا اتكلمنا عليه، جين الشباب. بتنشطه ازاي؟ بتركب على بون مورفوجين بروتين ريسبتور، ده مستقبل اهو بتاع البون مورفوجين بروتين. لو ركبت عليه بتحول حاجه اسمها سماد لسماد بي، هو ده اللي بينشط الرونكس. لو نشط الرونكس فانه بيتحول لبناء عظام زي ما قلنا. فهنا برضه اهو خليه بنيه العظام بتتحول عن طريق الايه؟ بالزنك في لخليه العظام. ازاي؟ هنشوف في الخليه بنيه العظام على الغشاء بتاعها في بروتين معين اسمه الكالين فوسفاتيز، ده بيبقى نقيسه كتير في لما حطوا بيبقى في كسور او في انسداد في القنوات المريه. الالكالين فوسفاتيز ده بيعلى. الالكالين فوسفاتيز اللي هو موجود على غشاء الخليه بنيه العظام بيحتاج لزنك، ويدينا ايه؟ يحول البايوفوسفيت لفوسفيت. الفوسفيت هو السيت اللي يركب على الكالسيوم، يعني بيركب على الكالسيوم، يعني الكراسي اللي يركب على الكالسيوم عشان يكون لنا الابيتين. تقوم الخليه بنيه العظام تتحول لخليه العظام بانها تدفن نفسها حيه، يعني تدفن نفسها كده حيه وتظهر في الحجم وتحول ايه اللي حواليها عظم. ده الزنك مهم، فعشان كده الزنك مسؤول في بناء العظام. الزنك برضه ليه ده شرح للحاجه اللي فوق اللي هو الزنك بيبقى ماسك في اتنين ايه؟ في اتنين اللي هو الالكالين فوسفاتيز، والالكالين فوسفاتيز يرسب فيه الاكسجين يحول البايوفوسفيت لفوسفيت، والفوسفيت يركب عليه الكالسيوم. الزنك برضه مهم في الفولدر بتاع الكولاجين، يعني الحته اللي فيها الهيدروجين برضه اهي مطلوب فيها زنك. بعد كده الزنك مطلوب في حاجه تانية، في حاجه تانية في النيتريك اوكسيد سينثيز، تصنيع النيتريك اوكسيد. سيترولين دي مركب عندنا بيدينا النيتروجين، هو عنصر اساسي لبناء النيتروجين. النيتروجين بيجي عليه الاكسجين اللي جاي من الزنك يدي لنا نيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد ده بيعمل ايه؟ بينشط الميتوكوندريا وبيعمل فاسو دايليشن، فيزود التغذيه ويزود الدوره الدمويه بتاعتنا. فده مهم جدا هذا الايه. هنا بنيجي نتكلم على فيتامين د واهميته. احنا قلنا الحمض النووي بيبقى حواليه في الناحيه دي رونكس وفي الناحيه دي زنك فينجر. فالحاجتين دول زنك فينجر ورونكس الاثنين دول بيجي هنا نلاقي ان الفيتامين د يقف حائط صد بين الزنك فينجر بروتين والجي ان اي، يعني حائط صد فيمنع تكوين الزنك فينجر ده يعمل لنا دهون، فهو يمنع فيتامين د. عشان كده نقص فيتامين د، الفيتامين د ناقص عند ناس كتير عشان هم امتنعوا عن اكل الدهون الحيوانيه وبيستخدموا الزيوت النباتيه، والزيوت النباتيه ما فيهاش فيتامين د. ففيتامين د ناقص عند شريحه كبيره من المجتمعات، والناس اللي ما بتتعرضش للشمس برضه، بس تعرض للشمس في السن الكبير ما بيبقاش ايه زفايده كبيره، يعني تعرض في الشمس في الناس اللي هي ايه اعمارها صغيره وممكن الدهون اللي تحت الجلد تتحول. ولكن فيتامين د لما ينقص ممكن تتكون دهون. طب في فيتامين تاني مهم برضه اللي هو فيتامين كاف 2، ده احنا كان لنا دور كبير فيه ان احنا ايه اكتشفنا بيشتغل ازاي. ان فيتامين كاف 2 بيشتغل على ام جالا بروتين، البروتين ده اهو، البروتين ده هو لو جه ركب زي المثلث كده ركب عليه بيكون لنا بيحصل له كونفورميشن يعني زي الاصابع كده، فكل فراغ كده بتركب عليه ذره كالسيوم في 5 مناطق، في منطقه 2 و37 و41 و48 و53. يعمل ايه؟ ينقل الكالسيوم من الانسجه الرخوه للعظم، تتحسن الانسجه الرخوه وتتحسن العظم، لان الانسجه الرخوه لو جه فيها كالسيوم تبوظ تتليف، فهو بيقوم بانه ينقل الانسجه. طبعا الماده المركب بتاعنا بقى
اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو يصلح لنا العظم وفي نفس الوقت بيصلح لنا الايه الشيخوخة، يعني يمنع كسور العظام ويمنع الشيخوخة في نفس الوقت. دي براءة اختراع أمريكية زي ما احنا قلنا عليها، وهذا البراءة رقمها اهو، وسميناه سوبر جوف، برضه ليه اسم تاني اسمه ليفينيتي وسوبر ليفينيتي. والخلطة بتاعته اهي ام اس ام، ده الباكبون اللي هو العمود الفقري بتاعه، وبعدين فيه ثلاث مواد مضادة للأكسدة، أقوى ثلاث مواد مضادة للأكسدة على وجه الأرض، اللي هو الألفا لامبويك اللي هو والإي والناك اللي هو إيه الأستال سيستين، والتورين اللي احنا قلنا بيقفل البوابة اللي هي بتاعة الميتوكوندريا عشان ما يدخلش الكالسيوم الإم سي يو. طيب بعد كده في حمضين امينيين مهمين جدا، وهو اللايسين والسيترولين. السيترولين اللي بيدي لنا النيتروجين بتاع النيتروك اوكسايد، واللايسين اللي هو بيعمل الفولدنج في الكولاجين. بعد كده في اثنين فيتامينين مهمين، فيتامين د اللي هو بيبقى حائط صد بين الزنك فينجر بروتين والدي ان ايه، فيمنع تكوين الدهون ويكون بس عظام. وبعدين فيتامين كاف 2 اللي هو بيعمل ايه، اللي هو بيخش على الاميجالا بروتين ويقل لنا الكالسيوم من الانسجه الرخوه للعظم، فيتحسن العظم ويتحسن. واخر حاجه الزنك اللي هو بيشتغل على النيتريك اوكسيد ويشتغل على الكالسيوم فوسفاتاز وبيعمل فولدنج للكولاجين. طبعا هنا اهو احنا بنقول ان شاء الله ان الريجوفينيشن اللي هو علاج الشيخوخه، علاج الشيخوخه من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر هذه البراءه، ان هو بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن على ثلاث مستويات اساسيه، على مستوى الجينات، واتكلمنا على جين الرونكس والاماتور ودول عكس بعض، جين الشباب وجين الشيخوخه، على مستوى الميتوكوندريا وبيستخدمنا الميتوكوندريا الاكسس اللي احنا اتكلمنا عليه، وبعدين استخدام قواعد الفيزياء النوويه اللي هي الذرات. ونفتكر بس ذره الهيدروجين دي من ضمن الحاجات اللي احنا اكتشفناها وقلنا عليها ازاي ان احنا نوظفها في انها ايه تعالج لنا الشيخوخه. والذره هنقول عليها شيء مهم جدا، اختلاف دي اللي عاوزين نقول في هذه المحاضره، لو ان هذا اهم شيء في هذه المحاضره، الذره تغير ترتيبها يغير في خواص الماده، وده اللي اكتشفناه في العظام. فنتمنى ان شاء الله ان الناس تاخد هذا المركب اللي هو ايه ان شاء الله هيبقى يعني يشيل لك الكسور وفي نفس الوقت يمنعك من ايه الشيخوخه او يأجلها لاخر مرحله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.